السلام عليكم. سامسونج ستحدث ثورة في أجهزة سامسونج جالاكسي بهذه الخطوة المهمة والتي ربما قد تكون أو تأتي مع الوان يو آي 7. سامسونج تحول تجربة المستخدم إلى مستوى جديد ومستوى عالي كليا. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. تعمل شركة سامسونج بقوة على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها جالاكسي، ووفقا لتقرير جديد فإن أحد أهداف الشركة هو استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال قوائم الإعدادات التي نستخدمها يوميا. سامسونج تستعد لاستبدال قائمة الإعدادات في أجهزة جالاكسي بالذكاء الاصطناعي. حتى الآن كانت مجموعة الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي تقتصر في الغالب على ميزات تتيح إنشاء المحتوى وتحرير الملفات أو ترجمة النصوص والصوت، ومع ذلك يبدو أن هناك مجالا كبيرا لتوسيع هذه القدرات. وفقا لتقرير من اي تي نيوز فإن سامسونج تدرس كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ليحل محل قائمة الإعدادات بشكل كامل. التقرير يوضح أن سامسونج تريد أن يتمكن المستخدمون من التعامل مع هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى استخدام قائمة الإعدادات. قد يشمل ذلك إعدادات النظام بالكامل أو حتى الإعدادات داخل التطبيقات الفردية. كما ذكر التقرير أن سامسونج تسعى إلى التنبؤ بما يريده المستخدمون مسبقا عبر تحسين أداء العناصر التفاعلية مثل لوحة المفاتيح والكاميرا. ليست هذه المرة الأولى التي تتطلع فيها سامسونج لتحقيق هذا الهدف الرائع، فقد كانت المساعد كان المساعد الشخصي بيكسبي ممتازا منذ فترة في إدارة تغييرات الإعدادات على الأجهزة، وخاصة عند مقارنته بمساعد جوجل. يبدو أن سامسونج تريد بناء على هذا الأساس لتقديم تجربة مؤتمنة بشكل أكبر في وقت سابق من هذا العام. أكدت سامسونج خططها لتطوير بيكسبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وربما قد نشاهد هذا مع الوان يو آي 7 وهو ما قد يكون مرتبطا بهذا الجهد. ما رأيكم بهذه الفكرة الرائعة هذه الثورة؟ فهذه الثورة من شركة سامسونج لأجهزتها الجالاكسي الذي ربما قد تغير كل شيء مع الوان يو آي 7. ما رأيكم؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.